السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في حلقة جديدة. واليوم بنتكلم عن Age of Mythology. كما توقعتم من الاسم انه هو عن Mythology. وحين بنتكلم عن قصة اللعبة. قصة اللعبة اكثر من شيء، لكن اكثريتها اللي انا لعبتها كان عن أتلانتس. أتلانتس قبل ما تغرق، أتلانتس بعد ما تغرق. وهذا ببساطة اللعبة، عشان ما أقدر أفهمكم اللعبة عن القصة بالضبط، عشان إذا أنتم ما عارفين عن إيش يسموها، عن الإلهة اليونانية، ما أقدر أعطيكم ديتيلز معين، لكن أكثر شيء عن الإلهة اليونانية مثل زوس، ما كريتوس، في كريتوس لكن ما نفس الكريتوس، أركاتوس وكراستوس، ما أسامي حتى اللي تشوفوا في الفيديو ما أتذكر أساميهم، ما حافظنهم، أعرف بس أسامي الإله، عندي زيوس، عندي أثينا، عندي هيديز، هذا لا أعرفهم البسيط، غير كذا ما أعرف. والحين بنكلمكم عن الجيم بلاي. تتذكروا أيام هذا Command & Conquer؟ هي هذا ترى RTS، يعني بصراحة ذكرني أيام وش يسموها كماند اند كونكر، ذكرتني ايام كماند اند كونكر، كماند اند كونكر 1، كماند اند كونكر تايبيريان سن، شيء كذاك كان اسمها. يعني انا عجبني، انا اول شيء قالوا لي سامي عندنا لعبه اسمها ايج اوف ميثولوجي، بدر يقول لي تريد تجربها؟ قلت له اوكي ما مشكله بجربها، ليش لا. وبعدين بعد 3 ساعات يرجع لي يقول كيف خلصت، يقول لي ها نعم ويش قاعد اخلص انا، هذا اسوي بيلدينجز مالي واشوف هذا اليونتس، عندك اكثر من يونتس، عندك هذا مثل كماند اند كونكر الار تي اكس الار تي اس العادي. وكل مره بديت العب كل ما اتحمس، كل مره انا خلاص دخلت في عمق في الموضوع وما قدرت اطلع منه. هذا ايج اوف ميثولوجي بكل اختصار، يعني اذا يعجبكم الار تي اس انا يعني استغربت منها وقلت ايش هذا، اول مره يجي لي هذا الاحساس انه كذا، تعرف الواحد اللي لما مركز يشوف قاعد يقرا شيء ولا هذا، وانت كذا تك 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 اوكي انا سويتها، حطيت هذا البناء هنا، هذا المبنى يساعدني في الزراعه، هذا المبنى يساعدني في الاسلحه، هذا المبنى يساعدني على الجندي، هذا الجندي عنده هذا السلاح وهذا قوي ضد هذا، وهذا عندي اللي يسموها هيروز اللي يسموها البطل يقدر يقتل هذا النوع من الابطال، وهذا يقدر يقتل هذا النوع، لدرجه ان بعدين دخلت ما طلعت 4 ساعات راحن وانا هنا. ها نعم اوكي لازم اوقف هكي حالكم حال ريفيو. وهذا كان احساسي طول اللعب، تبدا وما تقدر تطلع من اللعبه حقيقي. يعني انا ما كم مره اقدر اقول ان هذه اللعبه يعني مفاجأة حالي، أنا ما توقعت منها. وبنتكلم عن الموسيقى وشوية من إيش يسموها الفويس أكتينج، في فويس أكتينج في اللعبة، وصراحة يعني ما راح على يعني ما الميكس غريب لما يتكلموا مع بعض في مثلاً في مقاطع السينيماتكس يتكلموا بالإنجليزي، ولما أنت تروح تلعب في اللعبة أساساً كلهم يتكلموا يوناني. أطانوس فاتسي ما تعرف ايش قاعد يقول لك انت، يلا مشيها. موسيقى رايحه مع الجو اللعبه، ان يعني هي من ايام اليونانيين مع الاله، وهذا يعني تليق هذا الانفايرمنت والاحساس من اللعبه. غير كذا ما في شيء يميزها في الموسيقى، يعني شيء بسيط. والحين بعطيكم الكونكلوجن، صراحه يعني المراجعة مالي شيء كان مفاجأة، وحتى لو تسألوا أي حد اللي كان جنبي قال وزين طلع يعني روح كل روح اشرب شيء مالك، يعني روح لعب اشرب شيء ثاني، قلت لا 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 عندي 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 هذا عندي كامبين لازم أخلصه. وطلعت ألعب أونلاين، لكن ما جربت الأونلاين، لكن صراحة بس كنت جالس أخلص الكامبين والستوري مود، والله انا وش اقول لكم يعني فنان. بس لعبوها، والله لعبوها الار تي اس، اعطوها فرصه. هذه الالعاب اللي انت تقول ها انا يمكن ما بيعجبني، يمكن
يمكن هذا ما اريد اقربه ما متاكد وهذا ما في عربي، لكن بسيط يعني انك انت بس تبني وتاخذ جيش مالك وتروح صوب ثاني وتهجم في هذا المكان. انا ما عندي كلام على اللعبه غير انه مفاجاه وانصحكم تلعبوها. شكرا، لايك سبسكرايب، والسلام عليكم شباب.